البرينيتال دايجنوز اوف كونجنتال مال فورميشنز ده من الحاجات المهمه جدا طبعا اللي بنعمله دايما واحنا بنعمل اي فولو اب للمرضى، بالذات لو في مريضه هاي ريسك فور ديفلوبمنت اوف كونجنتال مال فورميشنز. فالبرينيتال دايجنوزز بيبقى مهم جدا في الحالات دي. احنا عارفين طبعا انه في تو تايبس اوف مال فورميشنز، في ستراكشرال اند بايوكيميكال مال فورميشنز. اغلب كلامنا بيكون عن structural malformations، لكن البايوكيميكال اللي هم زي الفينايل كيتونوريا والسيستينوريا اللي احنا والجالاكتوزيميا اللي احنا كنا عرفناهم واحنا في سنة تانية في البايوكيمستري. Actually we are doing certain screening tests and then diagnostic tests to confirm the initial suspicion. هو ده يعني it's a cycle of screening and confirmation with more invasive tests زي ما هنعرف دلوقتي. So prenatal diagnosis entails in utero diagnosis of fetal congenital or chromosomal abnormalities to facilitate dealing with such problems appropriately during pregnancy or immediately after delivery. يعني احنا المفروض بندور على المشاكل دي عشان لو في possibility for counseling of the parents for either termination of pregnancy لو هي حاجة incompatible with life، أو we can consider doing some in utero therapy for the baby لو هي حاجة manageable أثناء البريجنسي، أو نبقى جاهزين at least بالproper team اللي يبقى anticipating the problem that is there for the baby. Can be achieved in early pregnancy through screening زي ما اتفقنا و confirmation بالdiagnostic tests. ال screening tests زي maternal blood sampling وال level 2 ultrasound. Diagnostic is level 3 ultrasound and fetal cell sampling أو fetal sampling. اتفقنا انه في two types of malformations or anomalies. في structural malformations or structural anomalies وفي biochemical anomalies. الستراكشرال انوماليز اللي هم اللي كل الناس بتتعرف عليها او عارفاها، الكاردياك ورينال انوماليز والتيومرز والنيورال تيوب ديفكتس والابدومينال وول ديفكت، كل الحاجات دي ستراكشرال انوماليز. البايوكيميكال زي ما قلت لكم زي الفينايل كيتونوريا والسيستونوريا بتبقى نتيجه انزيماتيك ديفيشنسي او بروبلم وذ ميتابوليزم اوف سيرتن ستراكشر. So the fetal structural abnormalities or anomalies can be classified into neural tube defects and abdominal wall defects, cardiac and renal anomalies, tumors and lymphatic channel obstruction. The lymphatic channel obstruction دي كانت واحدة من causes of face presentation زي اسمها cystic hygroma. التيومرز زي السيكروكوكسيجيال تيراتوما، رينال انوماليز زي رينال اجينيسيس والبلفيك كيدني، كاردياك انوماليز اي اس دي في اس دي او الترانسبوزيشن اوف ذا جريت ارتريز، ابدومينال وول ديفكتس زي الفراجماتيك هيرنيا والاكزامفلس، والنيورال تيوب ديفكتس انكافالي والهيدروكافالس والسباينا بيفيدا والمننجوسيري. طبعا الصوره اللي قدامنا اللي هي اللي بتظهر في الالترا ساوند زي ما هنشوف ليتر اون كفروج لايك فيشز او الانين كافري ما بقاش في راس زي ما انتم شايفين، والبرين اكسبوز ذس از انكومباتبل وذ لايف. في البرين اللي فيه هيدروكافالس بيبقى فيه فنتريكلز انلارجد او بنسميها فنتريكولوميجالي، تبقى مليانه سي اس اف، بتبتدي تعمل طبعا ضغط على البرين نفسه، البرين تيشو نفسه، فممكن لو اكستريم هيدروكافالس ياثر على الاي كيو بتاع البيبي. If it was not managed early as early as possible by relieving the pressure on the brain tissue. More photos about the structural abnormalities. عندنا واحدة لفوق اللي هي neural tube defect spina bifida. The spina bifida بيبقى عليها tuft of hair على the back of the baby مكانها، و ممكن يبقى في معاها مننجو سيل او مننجو مايلو سيل على حسب الهرنيات التشو. لو هو مننجيز اونلي يبقى مننجو سيل، لو هرنيتد مننجيز مع السباينال كورد بيبقى مننجو مايلو سيل. في الاكزامبلس اللي هو خروج بارت اوف ذا انتستين اوتسايد ثرو ذا اوبننج اوف ذا ابدومينال وول، يعني ما بيحصلش كومبليت سيلينج اوف ذا ابدومينال وول، ده اللي هو زي الانفالو سيل اللي قدامنا في الصوره تحت.
Here you can see the difference between meningocele and meningomyelocele. You can see here there are the meninges only وفي جوا سي اس اف. الناحية التانية اللي على اليمين اللي هو اللبس أصفر عنده الباين في النص في النيورال تيشو طالع مع المننجيز في ال اف. نيجي للمين ديش بتاع الليكتشر دي اللي هو الفيتال كروموسوم الانوماليز. الحقيقه انه التايبس اوف ميوتيشنز الكتير اللي بتحصل ديورنج الميوتيك ديفيجن في عمليه تكوين الجاميت قبل الفيرتلايزيشن وفورميشن اوف ذا امبريو ممكن تؤدي الى مشاكل كتير جدا وانواع مختلفه من الديفورمتيز والديزيزز. انواع الميوتيشن اللي كلكم طبعا عارفينها كويس قوي اللي هي الديليشن والدوبليكيشن والانفيرجن والترانسلوكيشن والانسرشن. كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى كروموسومال انوماليز. زي ما قلنا في الديليشن يبقى بارت من الكروموسوم during meiotic division deleted يتلغي. في الدوبليكيشن انه بدل ما يتكون واحد بس يبقى دبل. في الانفيرجن انه بدل ما ليه سيكونس معين يرجع تاني يلحم بس السيكونس بالعكس. في الانسرشن انه يحصل اضافه لبارت اوف كروموسوم تو انذر كروموسوم. وفي الترانسلوكيشن انه قطعه من كروموسوم يحصل لها يعني شيفتنج مع قطعه ثانيه فيحصل ترانسلوكيشن. واحده فيهم المفروض ان النص ده مع النص ده زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي على اليمين خالص اللي هي الاخضر والاحمر. المفروض ان هو ساعه لما يحصل الديفيجن يرجع ثاني الاخضر يبقى اخضر بس والاحمر يبقى احمر بس، لكن هنا حصل بينهم من بعض ترانسلوكيشن بدلوا مع بعض قطعه من الاحمر مع الاخضر ف ترانسلوكيتد كروموسوم او ترانسلوكيتد جينز والريزلت. كروموسوم الانوماليز كلها بتكون نتيجه بروبلم اور ايرور ان مايوزيس زي ما اتفقنا ريزلتنج ان ذا برودكشن اوف ا جاميت وذ وان كروموسوم ذات از تو فيو اور تو ماني، حاجه بنسميها نان ديسجنكشن. بالتالي هيؤدي الى ان الكروموسوم النمبر ويل نوت بي ان اكزاكت مالتيبل اوف 23، يعني مش هيبقى 46 اللي هو الاكزاكت مالتيبل اوف 23. احنا عارفين لو تفتكروا في الفيزيكولار مول كنا قلنا انه ممكن في البارشال مول بتتكون نتيجه 69 كروموسوم، يعني برضو اكزاكت مالتيبل اوف 23. انما في حالات الانويوبلويدي انويوبلويدي مينز ذات ذا نمبر از نوت ايكويفالنت اور ذا نمبر از نوت اكزاكت. سو هير ذا كروموسومال نمبر از نوت ان اكزاكت مالتيبل اوف 23. واكثر اشهر ثلاث حاجات هم الداون وادوارد وباتو. داون ادوارد باتو 21 18 13 عشان ما تنساهمش. داون ادوارد باتو 21 18 13 ترايزومي 21 ترايزومي 18 اند ترايزومي 13. ترايزومي مينز وات؟ مينز ذات ذير از ان اكسترا كروموسوم اوف ذيس نمبر. يعني ترايزومي 21 في ثلاثه من كروموسوم نمره 21. الترايزومي 18 او ادوارد سندروم في ثلاثه من كروموسوم 18 وهكذا. هنا طبعا رسمه جميله قوي تبين الديفرنس في الميوتيك ديفيجن لما يحصل في الفيرست والسكند ميوتيك ديفيجنز. النون ديسجنكشن النورمال على الناحيه الشمال والابنورمال لو حصل نون ديسجنكشن عند الفيرست ميوتيك ديفيجن والابنورمال لو حصل النون ديسجنكشن عند السكند ميوتيك ديفيجن. مين الريزلتنت بتاع كل واحد فيهم؟ طبعا شايفين في النورمال بيبقى الريزلت از اولويز تحت نورمال. انما في حاله النون ديسجنكشن عند الفيرست ميوتيك ديفيجن بيبقى في بوسيبيليتي فور 50% اوف نورمال برودكشن. لو حصل عند السكند ميوتيك ديفيجن يبقى ذير از نو بوسيبيليتي فور نورمال كروموسومال باترن. برضه ديمونستريشن للاكزامبلز اوف فاريشنز ان ايوبلويدي اور انويبلويدي. زي ما انتم شايفين النمبر بتاع الكروموسومز لو بقى 3 يبقى ترايبلويد، لو 4 تترابلويد، لو في كروموسوم ميسنج يبقى اسمه مونوسومي، لو في 3 منه يبقى ترايزومي. فدي النومنكليتشر بتاعه الكروموسومال ابريجنز او البروبلمز اوف ديورنج كروموسومال ريبليكيشن.
هنا في الكروموسومال باترن اوف داون سيندروم. الكاركترز اوف بيبي الداون بيبي بيكون فلاتند نوز وذ فيس ابورد سلانتنج ايز، عنده وايد دي سيبريشن، وايد سيبريشن بين ذا فيرست اند ذا سكند توز، وفي انكريز في السكين كريزز على السول اوف ذا فوت، وفي سنجل بالمر كريس اللي هي بيسموها السيميان كريس، وشورت فيفث فينجر ذات از كيرفد انوردز. دي الفيتشرز، المورفولوجيكال فيتشرز اوف داون سيندروم. برضه هنا المورفولوجيكال فيتشرز اوف ادوارد اند باتو سيندرومز، زي ما انتم شايفين الاوكسبت او الباك بارت اوف ذا سكال بيبقى بروميننت في الادوارد سيندروم. الاثنين بيبقى عندهم ديسبلاستيك او مالفورمد ايرز، والكلينشد هاندز في الحالتين، بس الكلينش بيبقى في بوليداكتلي او اكسترا فينجرز في حالات الباتو سيندروم، بينما في حاله الادوارد سيندروم بيبقى في اوفرلابنج اوف ذا فينجرز، لكن الاثنين بيبقوا كلينشد هاندز. دايما في سمول ماوث وسمول جو وشورت نيك في الحالتين، وبيبقى ممكن في probability of undescended or abnormal testes في الباتو سيندروم، وبيكون في شيلد تشيست زي ما احنا شايفين التشيست بتاع البيبي اللي على اليمين في ادوارد سيندروم، بيكون في شيلد تشيست او شورت اند بروميننت ستيرنم وذ وايت سيت نيبلز او نيبل لاينز. So what are the screening tests for fetal congenital abnormalities and to whom it should be offered? لو الماترنال ايج هو 35 سنه طبعا، لان زي ما اتفقنا انه النون ديسجنكشن وكل الايرورز اوف مايوزز they are increasing with advanced maternal age. لو في history of familial genetic disease، معروف ان العيله اصلا فيها مرض وراثي معين بينتقل في العيله، او المريض عندها history of recurrent unexplained pregnancy losses، عندها loss of pregnancy مالوش explanation، في past history للمريضة نفسها of previous baby with congenital or chromosomal abnormality طبعا، لو كان العيانة بتدي history of exposure to a teratogenic drug or radiation or infection في ال preconceptional period، كل الناس دي they require or they should be offered doing screening tests for congenital fetal malformations. ده هيودينا للماترنال سيرم بايوكيميكال ماركرز. ايه هي البايوكيميكال ماركرز دي؟ دي عباره عن تيستينج اوف سبيشال ماركرز اللي لوحدهم او مع بعضهم ممكن يشاوروا لنا انه في بوسيبيليتي اوف هافينج ا سيرتن كروموسومال ديفكت فور ذيس بيبي. يبقى زي ما اتفقنا ان الماترنال سيرم بايوكيميكال ماركرز دول ممكن وي كان تيست ذم alone separately كل واحد لوحده أو in combination مع بعض ممكن يشاوروا لنا على problems معينة. يعني نشوف قدامنا مثلا في النيورال تيوب ديفكتس الألفا فيتوبروتين بيكون زيادة، بينما الهيومن كوريونال جوناتوتروبين واليورينري استرايول they are not changed بيكونوا normal. يبقى هنا السنجل ألفا فيتوبروتين بس هو إلا عرفنا النيورال تيوب ديفكتس أو خلانا suspected. الترايزومي 21 بيكونوا الثلاثة affected، واحد زياده قوي اللي هو الاف سي جي، واثنين ناقصين اللي هم الاسترايول ويورينا استرايول والالفا فيتوبروتين، وبالمثل برضه في الترايزومي 18 كله بيبقى ناقص بما فيهم الاف سي جي كمان. بدا يبقى في الدبل ماركر تيست. الدبل ماركر تيست ده عباره عن ان احنا بنقيس السيرم هيومن كوريونيك جونادوتروبين والبريجننسي اسوشيتد بلازما بروتين اي together مع ultrasound measurement للنيوكل translucency او الانتي ثيكنس اوف ذا بيبي. الانتي ثيكنس عشان تبقى حافظها دايما it should be done between 11 to 13 weeks، بتتعمل عند 11 ل 13 اسبوع، فبنعمل معاها الاثنين دول اللي هم الاف سي جي والبريجننس اشيت بلازما بروتين اي او الباب اي. في حالات الداون سيندروم هنلاقي الباب اي ناقص قوي والاف سي جي عالي عن الطبيعي والانتي ثيكنس بتكون اكتر من 3 ملم، ده في الافرج اللي هو بين 11 ل 13 اسبوع، فذيس از سسبيشس فور داون سيندروم. افضل فاكرين ان النيوكل ترانسلوسنسي باي الترا ساوند انتي ثيكنس اكتر من 3 ملي مع
بيب اي واطي وبيتا اف سي جي عالي يبقى ده بيخلينا نفكر في داون سيندروم. احنا شايفين طبعا النتيجه هنا موجوده بتاعه الدبل ماركر تيست. طب هو لو الدبل ماركر تيست كانت نتيجته كونكلوسيف يبقى احنا ليه بنفردر ندور على تيست ثانيه؟ لا، في تيست ثاني بيكون السبيسيفيستي بتاعته اعلى شويه للداون سيندروم اللي هو بنسميه تريبل ماركر تيست. ايه هو التريبل ماركر تيست؟ ده كومبينيشن اوف 3 تيستس، الماتيرنال سيرم الفا فيتو بروتين مع يورينا استرايول مع البيتا اتش جي او الاتش جي. لو لقينا هاي اتش جي مع لو ماتيرنال سيرم الفا فيتو بروتين اند استرايول، ذس از سسبيشس فور داون سيندروم اور ذا ريسك فور داون از هاي. لو تفتكروا في الادوارد سيندروم كان اللي هي ترايزوم 18 كان بيكون الثلاثه واطيين، الاتش جي مع الام اس اي اف بي واليونان استرايول الثلاثه واطيين. احسن وقت تعمل فيه تريبل ماركر تيست بين 15 الى 16 ويكس اوف جيستيشن. طبعا الالترا ساوند سكريننج از فيري امبورتنت فور ديتكشن اوف كونجنتال انوماليز بليفل 2 وليفل 3 الترا ساوند. ليفل 2 is a screening level. Level 3 is the confirmation level. Level 3 ultrasound. احنا جبنا سيرة النيوكال ترانسلوسنسي اللي هي اول ستيب بتتعمل فور ultrasound screening فور داون سيندروم. measurement of anti thickness بيكون بين 11 و 13 اسبوع زي ما اتفقنا، ولو لقيناها اكتر من 3 ملم this calls for further work up to confirm the diagnosis of داون سيندروم. So this is the photo showing for the screening of NT thickness. زي ما انتم شايفين المنظر النورمال والمنظر الابنورمال، هنشوفها في الالتراساوندز بعد كده تاني. النورمال thickness بتاعت ال NT او النيوكال ترانسلوسنسي، وهنا زياده ال NT thickness في حالات الداون سيندروم. الصوره في النص اهو هي الميجرمنت، بنقيس ازاي ال NT thickness. هي الحته اللي تحت دي مش معنى كده ان هي زياده، هو بيقول لك هاو تو ميجر ات. لو لقيتها اكتر من 3 ملم عند 12 ويكس او بين 11 و 13 ويكس، this is highly suspicious for Down syndrome. And discovered that fragments of the fetal DNA are released in minute amounts into maternal circulation من اول 10 اسابيع في الحمل onward لحد نهايه الحمل. لو قدرنا ان نتحصل على السيلف فري فيتال دي ان ايه ده ونعمل له امبليفيكيشن يوزنج بي سي ار تكنيك اللي هي بوليميريز تشين ريأكشن، وبالتالي نقدر ان احنا نكزامن البيبي او نتشيك ذا فيتال سيلز از اف وي ار اكزامينينج ذا بيبي دايركتلي، نشوف الجينوتايب بتاعه، نشوف السكس بتاعه، نكسكلود كل البوسيبل كروموسومال ابنورماليتيز. بس الكلام ده بيبتدي من بعد 10 ويكس، لان زي ما اتفقنا these fragments of free fetal DNA are released starting from 10 weeks gestation. طبعا السلايد واضح جدا والديمونستريشن باين عليه انه في حالات الترايزومي 21 الاماونت اوف سيلف فري دي ان اي للكروموسوم 21 بتكون اعلى من اللي في النورمال بريجننسز، فات جيفز ان ايديا اباوت ات. After using the screening tests for suspecting or detecting cases with high risk for occurrence of chromosomal abnormalities بننتقل الى مرحله ال diagnostic cell tests او ال confirmation. وال confirmation اكيد هنبتدي بال less invasive than the more invasive، وبالتالي لازم الاول يكون ال ultrasound scan. ال first trimester ultrasound diagnosis of congenital anomalies ده حاجة ممكن تحصل بنهاية ال first trimester. You can diagnose certain anomalies طبعا اللي هم very clear زي ال anencephaly و cystic hygroma. They are diagnosed by ultrasound. مش suspected. They are diagnosed. وال second trimester anomaly scan المفروض بيتعمل بين 18 to 22 weeks. ده ال ideal بتاعه. بيتعمل فيه detailed anomaly scan على كل ال anatomy of the baby. وبيكون long procedure بياخد around 1 hour تقريبا او ممكن اكتر ساعات علشان ندتكت كل ال congenital anomalies possible عند البيبي. This is an example of ultrasound detection بال 3D اللي موجود تحت او 4D اللي موجود تحت. You can see a single eye and absent nose.
فوق دي بال 2D ultrasound العادي ممكن بتشوف ال ventricles dilated او اللي بنسميه ال ventriculomegaly. فور حالات الانكافالي اللي احنا قلنا بيبقى المنظر اسمه frog like faces، بتبين قوي بال 3D او 4D هنا very clear زي ما انتم شايفين frog like faces. This is for anencephaly اللي فوق على الشمال. اللي تحت هنا بتشوف cleft lip very clear cleft lip. لأول حاجة من ال invasive procedures for diagnosis أو confirming the diagnosis of a suspected chromosomal abnormality اسمها الكوريونيك فيلس سامبلينج او السي في اس، وهي هتبقى ان احنا بناخد خلايا من التروفوبلاستيك تيشو اللي بيبقى يكون رابيدلي ديفايدنج علشان نكزامن ذم او سبجكت ذم تو كاريوتايبنج عشان نديتكت ديفرنت كروموسومال ابنورماليتيز. So CVS is taking a sample of the rapidly dividing trophoblastic cells in the placental bed. The timing بتاعها بيبقى as early as 11 weeks عند 11 أسبوع. It is performed with ultrasound guidance طبعا either transvaginal or transabdominal والأغلب بيكون transvaginal. The cells اللي obtained دي زي ما اتفقنا we subjected to karyotyping for the diagnosis of chromosomal defects. طبعا how to do chorionic villus sampling transvaginal وبيكون guided بال ultrasound او ممكن transabdominal زي الصوره اللي فوق برضه guided by ultrasound scan. تاني invasive procedure ممكن نعمله هو الامنيوسنتيسيس. الامنيوسنتيسيس ان احنا ببساطه هن obtain some of the amniotic fluid اللي بيكون فيه fibroblasts وamniocytes شد من الممبرينز بتاعت البيبي والجلد والجي اي تي. كل الفلويد ده بيتاخد وبناخد الخلايا اللي فيه ونعمل لها subject to karyotyping علشان نتاكد من وجود الكروموسومال ديفكت. Amniocentesis is obtaining some of the amniotic fluid that contains amniocytes and fibroblasts which are shed from the fetal skin, GIT and membranes. بيتعمل بين 14 to 16 weeks لما يبقى فيه enough amount of liquor وبيكون under ultrasound guidance transabdominal والcells اللي obtained بنعمل لها زي ما اتفقنا PCR عشان multiply their number ونعمل لهم karyotyping عشان نشوف الكروموسومال defects if they are there. This figure demonstrates طبعا ال amniocentesis that the amniotic fluid sample is taken away from the baby. ال figure ده is very clear. انتوا شايفين ال needle وهي داخلة under guidance of the ultrasound وشايفين في الصورة قدامكم شكل ال needle وهي بت penetrate ال abdominal wall وداخلة على amniotic fluid. Very clear picture طبعا موضحة what is amniocentesis and how safe it can be done. ممكن نعرف عن طريقه الداون سيندروم نشخصها بيه. السباينا بيفتا كان بي دايجنوزد ثرو امنيوسنتيسيس اند اولسو فيتال لانج ماتيوريتي عن طريق الميجرمنت اوف ذا ليسيثان سفينجومايلين ريشيو. ا بلاد سامبل فروم ذا بيبي هيم سيلف، يعني لو خدنا فيتال بلاد سامبل وقدرنا ان احنا نكزامن ذس cells اللي obtained من ال cord blood نفسه الحاجة بنسميها cordosynthesis يبقى أكيد result will be more reproducible. ال cordosynthesis it is obtaining fetal blood sample or injecting fetal RBCs through the umbilical cord in utero. يعني ممكن either I take some of the blood for testing أو ممكن أبقى عايز أبعت للبيبي RBCs زي حالات السيفير فيتال أنيميا مثلا في حالات الـ RH incompatibility. ده هيتعمل هنا cordosynthesis by giving the baby أو injecting fetal RBCs through the umbilical cord. التايمينج بيتعمل around 20 weeks of gestation عند 20 أسبوع تقريبا. Figure demonstrates how they can obtain some of the fetal tissue
through the umbilical cord or the percutaneous umbilical blood sampling, PUBS, or cordosynthesis. The importance of percutaneous umbilical cord blood sample, or PUBS, for detection of chromosomal defects. في للحاجة الاسبيسيفيك اللي اسمها Peri Implantation Genetic Diagnosis أو PGD، ودي حاجة سبيسيفيك الحقيقة بتتعمل في حالات الـ IVF Programs أو الـ IVF Centers، والهدف منها هو أني أعمل Filtering of which embryos to be re-implanted أو transferred in utero و which embryos to be discarded. هي الفكرة كلها أن احنا we take one of the cells of the embryo as early as the 8 cell stage, so this will not affect the embryo in a harmful way. وبنعمل لها PCR برضو polymerase chain reaction, نعمل لها multiplication, and we examine it for certain genetic mutations زي muscular dystrophy مثلا. لو لقيناها positive يبقى we discard this embryo, مش هنرجعه تاني للuterus. لو لقيناها negative we transfer this embryo aiming that the pregnancy will continue. A resultant normal baby. Implantation genetic diagnosis is a process which allows the parents to have the option of detecting potential defects in an embryo within days after conception. وعشان كده it is done only as a part of IVF programs in some centers. Demonstration جميل قوي في الصورة دي لل pre-implantation genetic diagnosis. هنا في عندنا cell taken from early stage IVF embryo. Cell DNA will be amplified millions of times بال PCR technique. لو بنعمل testing لل cells دي to see if the embryo shares the genetic fingerprint of a disease. لو كان ال embryo the problem is found, the embryo is destroyed. لو it is okay, so there is a greater chance of healthy embryo being implanted. نتكلم شوية عن الترايزومي 21 أو داون سيندروم، نقول بس how to do the screening أو how to do the diagnosis for cases of داون سيندروم. وطبعا ساعات كتير قوي علشان تبقى فاهم الداون سيندروم يعني، ودي مش علامة كويسة للأوبستاتريك كير، لكن بتحصل اننا بنيجي نولد مريضة وبتكون متابعة الحمل somewhere وبتيجي تولد وما she doesn't know that she has a down baby. وat delivery you can suspect the presence of a down baby زي ما هنشوف الفيتشرز دلوقتي. Are some of the typical features of down syndrome. البيبي بيكون عنده upward slanting eyes وعنده epicanthic folds عليهم، منظر كده عامل زي جنوب شرق اسيا شوية. Small mouth وبيكون protruding منه التانج بيكون اكبر من حجم الماوث فبيبقى طالع بره. بيبقى فيه small hypoplastic ears وممكن يبقى فيه coarse fissures على التانج بيسموه scrotal تانج. وما تنساش الوايد جاب اللي بين الصباع الكبير والصباع التاني في الرجل. وفي السيميان زي ما اتفقنا كريس اللي هي single elongated palmar crease بالعرض في الايد. Algorithm بسيط خالص عن التستس that should be done for Down syndrome. Screening و diagnostic. The screening زي ما اتفقنا في biochemical tests في الفيرست trimester وفي السكند trimester. في الفيرست trimester هو الدبل ماركر تيست، في السكند trimester هو التريبل ماركر تيست. الالتراساوند سكان بين 11 ل 13 اسبوع بنشوف انه absent nasal bone ونلاقي نيوكال ترانسلوسنسي اكثر من 3 ملم. والدياجنوستيك تيست هتكون السي في اس طبعا والامنيوسنتيسز وليتر اون الليفل 3 الترا ساوند تو ديتكت ذا ابنورمال ذا اسوشيتد ابنورماليتيز. زي ما اتفقنا بيبقى في other findings to check بالليفل 3 ultrasound. You can detect hyper echoic bowel. You can detect an echogenic intracardiac focus عند البيبيهات الداون سيندروم. بيبقى في ventricular dilatation لكن مش كبير قوي. بيبقى في الجبهه بتبقى اكبر شويه، حاجه بنسميها براكي كافالي. النوز بتكون hypoplastic. كل الحاجات دي فيتشرز ممكن تتشاف باي ليفل 3 ultrasound for confirmation of trisomy 21
existence. طيب ده الحقيقه بيورينا الديفرنس في بين الامنيوسنتيسيس والكوريونيك فيلا سامبلينج في مين فيهم اللي وي كان اوبتين ريزلتس وذين اورز عن طريق الكوريونيك فيلا سامبلينج, بينما ات تيكس ويكس لو احنا واخدين عينه من الامنيوتيك فلويد عشان نشوف منها الامنيوسايتس والفايبروبلاستس اللي وقع من البيبي ونبتدي نعمل لهم ريبليكيشن بالبي سي ار وبعدين نبتدي بعد كده نكزامن ذم. بعكس لما الفيتال سيلز ويل بي اوبتين دايركتلي باي كوريونيك فيلا سامبلينج. اتفقنا انه الداون سيندروم از ترايزومي 21 زي ما احنا شايفين هنا كروموزوم 21 تحت في منه ثلاث نسخ مش نسختين زي بقيه الكروموسومات, ف this is the karyotype of a down syndrome. This concludes the lecture for prenatal diagnosis of congenital anomalies and thank you for listening.